وصلت القوات الجوية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار 7 و8 و9 من شهر أبريل الجاري لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية من مصر والأردن إلى الأشقاء الفلسطينيين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان القطاع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار 7 و8 و9 من شهر إبريل الجاري لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع. يأتي ذلك مع استمرار الجهود المصرية البارزة للوصول إلى التهدئة وتأمين تدفق حركة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة كافية ومستدامة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء استمرار العمليات العسكرية.